النهاردة هنعمل رولز الفراخ بالبيكن والجبنة. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا صدور فراخ مقطعة شرايح ومدقوقة مفرودة كويس، عندي هنا بيكن وعندي جبنة اي نوع بنحبه، عندي دقيق البانكو او عيش فينو بايت ناشف نضربه في الكبة، عندي شوية سبانخ هنا متشوحين او مسلوقين زي ما احنا عايزين، وعندي هنا شوية من الدقيق. شوف الزيت بتاعي اخباره ايه، هبدي النار عليه شوية. هناخد الصدور بتاعتنا اهي، هفردها كده عندي على البلانشة، طيب بعمل ايه؟ اول حاجة باخد الجبنة، بعد كده بحط البيكن اهو، واخر حاجة بحطها شوية السبانخ. خلاص نفس القصة هنا اهو، الجبنة البيكن والسبانخ، وناخد الصدور بتاعتنا وابتدي الف الرول بتاعي كده. بصوا بيبقى شكله في الاخر عامل كده. خلاص باخد دول وادخله التلاجة يمسك نفسه شوية، احضر لكم واحدة انا هي مسكت نفسها عشان نبنيها مع بعض. لو نقدر نحطها في كيس كده نرله عليه ونضيقه، بصوا يطلع في الاخر بالشكل ده. نجيب بولة نحط فيها الدقيق، نجيب شوية من المية ومضرب كده، اضرب الدقيق بتاعي كويس في الميه، بضرب لحد ما يبقى عندي ايه بيست كده او حاجه زي المعجون كده اهو، هو ده اهو. طيب احنا بندخل التلاجة او الفريزر مرتين، مره اول ما بنلفهم زي ما عملنا دلوقتي، ومره بعد ما بنبنيها. انا بنصح ندخلها الفريزر كده 10 دقائق بس تمسك نفسها. ناخد الرول بتاعتنا بنزل بيها في الخليط بتاع الدقيق اهو، لفها كده كويس، من هنا باخدها على البانكو اهو لحد ما تطلع عندي بالشكل ده، وزي ما قلت لكم بناخدها وادخلها في الفريزر تقعد لها مثلا 10 دقايق. انا مجهز لكم هنا شويه بيطلعوا بالشكل ده، نقدر نتحكم في الحجم زي ما احنا عايزين، نقدر نعملها بالحجم ده، نقدر نخلي الصدر بالنص وتطلع حتت اصغر من كده. خلاص وعلى طول علي بس النار هنا سنه، وهاخد الرولز بتاعتي وهنزل بيها في الزيت على طول.